اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وبعد فأقول هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسلم ابن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد بن هاشم ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة واسمه المغيرة الذي ينتمي لارتقاء ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصيه في بلاد قضاعة القصية إلى ابن كلاب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر واسمه قريش وإليه تنسب بطون القرشية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير إلى الريحان
Oh.
وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعنى نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى ونودي في السماء وصباك النصب لهبوب نسيم صبا وبسيت الأرض بعد طول جذبها من النبات حللا سندسيا وأينعت الثمار وأدنى الشجر للجاني جناه ونطقت بحمله لقريش بفصاح الألسن العربية وخرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفوان وتباشرت وحوش واحتست العوالم من السماء
زمنه وانتهكت الكهانة وانتهكت الكهانة ورهبت الرهبانية ولهج بخبره كل حبر خبير وفي حلى حسنه وسميه إذا وضعته محمدا محمدا لأنه ستحمد عقبا ขอเชิญบังการิมโอรัมปันกับเชิญอัลลอฮุมมะศ็อลลิวะซัลลิมวะบาริกอะลัยฮิวะลัมมะตัมمن حمله صلى الله عليه وسلم وسلم شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله
وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم وسلم على الراجح تسعة أشهر وآل للزمان أن ينجلي عنه صدا حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذ المخاض فولدت صلى الله عليه وسلم وسلم نورا يتلاله سنا Allah.
Oh.
قدر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك ท่านอิหม่ามนะครับนะบางทีอ่านเป็นภาษามลายูนะครับบทความโดยเรื่องของเมนุของท่านรอซูลุลลอฮ์นะครับซึ่งความหมายของมันเราชาวบ้านทุ่งจีนนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะพูดเป็นภาษามลายูนะครับแล้วก็ผมก็เรียนท่านอิหม่ามมื้อเดียวนะบอกว่าเดี๋ยวผมจะขออ่านสักนิดนะแล้วแต่ท่านจะกรุณานะครับท่านก็บอกว่าเชิญเลยเพื่อเป็นการสร้างในความไม่คล่องภาษาผักภาษามลายูนะครับนะผมบทที่ผมจะอันนี้เป็นเนื้อหาเรื่องของรูปพรรณสั้นท่านของท่านรอซูลุลลอฮ์ความพิเศษของมนุษย์คนหนึ่งนะที่ได้ชื่อว่าอัฟฎอลุลมักลูกอตตั้งแต่ท่านประสูติจนกระทั่งวะฟาตนะอันนี้เป็นบางช่วงบางตอนอัลลอฮุมมะศ็อลลิวะซัลลิมบาริกอะลัยฮิจะฮยานยามุกอลาฮิจะมารลันสะบาร์ติhari bulan mata tercelok rambut berminyak ajiblah tuan kalau ditengok perkara sekaliannya tubuh baunya harum lagi bersih sudah tarkhatan campur merah Berana akan Nabi padanya malam Rabi'ul awal itu
عذر اللهم قبره الكريم بعرف جزيم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Wa muhayyan kasyamsi min أسفرت عنه ليلة غراء استحسن القيام
الشريف أئمة فطوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم وسلم غاية مرامه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه.